شكل منحن تميزه نقطة نقطة فوقه موجودة بدقة إنه ذال موجود بقصة سنرويها الآن. دعست جنة على ذيل هرة دون قصد في الطريق ذات مرة فحملتها وقالت لها المعذرة رآها أحمد وجاء بسرعة. أهذا صوت ذبابة؟ ماذا؟ هيا أكمل القصة. قال أحمد هذا خلق الله فلنحذر أن نؤذيه ولنرعاه. ثم أطعمها قطعة حلوى صغيرة أكلتها بنعم فهي فعلا لذيذة وأنشد ذرة خير صغيرة عند الله تلقاها كبيرة. شكل منحن تميزه نقطة نقطة فوقه موجودة بدقة إنه ذال موجود بقصة سنرويها الآن. دعست جنة على ذيل هرة دون قصد في الطريق ذات مرة فحملتها وقالت لها المعذرة رآها أحمد وجاء بسرعة. أهذا صوت ذبابة؟ ماذا؟ هيا أكمل القصة. قال أحمد هذا خلق